في البداية أولا نريد أن نعرف توقعاتك لنتيجة المباراة النهائية. قلت لا تواهى صالح المكلة. الكرة هي حظ يا نصيب. توقع إن شاء الله لنادينا البرق إن شاء الله. والله متوقعين إن فريق البرق أول شيء يتقدم بعدين يرجع الفريق المكلة يتقدم برضه وتكون النتيجة لصالحنا إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف تتوقع نتيجة المباراة بالأرقام؟ إن شاء الله نقول 5-2. كيف تشوف نتيجة المباراة؟ كم تتوقع المباراة؟ تتوقع المباراة 2-0 ان شاء الله باذن الله. صالح البارق ان شاء الله الشوط الاول ان شاء الله. تقدم المكلة في النتيجة ايش بسوي؟ ما بيتقدم المكلة، نحن نلعب لا نلعب بثقها ونلعب بكل شيء. المباراة هكذا ومتواصلين ان شاء الله في التشييع ان شاء الله ما نهاية المباراة. ان شاء الله اقرا المباراة النهاية بين البرق ونادي المكلة، فوز المكلة 2-0. توقعاتك للمباراة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، توقعاتي ان شاء الله نقول 2-1 لصالح نادي البرق.